زيارة الإمام الحسن عليه السلام في يوم الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته.